السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل بلايك عشان يوصل لكم جديد. والآن نوفيكم بمرة انخفاض أسعار البصل اليوم عاجل من داخل سوق العبور. لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد أسعار البصل اليوم انخفاضا في سوق العبور بعد ارتفاعها لمستوى فلك جديد أمس ووصول سعر الكيلو الواحد جملة للتاجر ب 20 جنيه. وفي تقرير المستقبل اليوم ضمن خدماته اليومية ننقل لكم بشرة سارة تم الإعلان عنها رسميا منذ قليل. أسعار البصل اليوم في سوق العبور: فاجأ سوق العبور رواده اليوم بانخفض تجار البصل أسعار البصل بمقدار جنيه واحد في الكيلو الذي يتراوح ما بين من 15 إلى 16 جنيه، في حين كان ارتفع سعر الكيلو أمس الأحد إلى 20 جنيه من داخل سوق العبور، وبالتالي زيادة السعر لمستوى قياسي جديد للمستهلك. وسجل سعر البصل اليوم قطاعي على الكفة ما بين 25 جنيه للكيلو البصل الأحمر و30 جنيه للكيلو البصل الأبيض، وسجل سعر قنطار البصل الذي يزن 60 كيلو جرام سجل حوالي 1100 جنيه للقنطار الواحد. أما عن أسعار البصل بالطن فاستقرت عند 19000 جنيه للطن البصل الأحمر الذي يباع بالعرش و 20000 جنيه للبصل المفروم، في حين ارتفع سعر البصل الباكيلز المستخدم في عمل المخللات بمقدار من 2 إلى 3000 جنيه الطن ليسجل 12000 جنيه. وتراوح سعر البصل الأبيض اليوم ما بين 20000 جنيه للطن بعرشه و 21000 جنيه المقرومة. أما بالنسبة لأسعار الخضروات في سوق العبور فهي كالتالي: بينما شهدت أسعار أصناف الخضار الأخرى زيادات جديدة اليوم في سوق العبور، حيث تراوح سعر الطماطم لأول مرة ما بين 9 إلى 14 جنيه للكيلو الواحد، كما ارتفع سعر البطاطس ليدور بين 8.5 و12 و80 قرش جنيه للكيلو الواحد، وسعر البطاطس السكري يصل إلى 4 جنيهات للكيلو بحد أدنى 6 جنيهات بحد أقصى. وتراوح سعر الكيلو من الخيار والكوسة والفلفل الرومي والحار ما بين 8 إلى 12 جنيه، في حين ارتفع سعر الجزر لأول مرة أيضا ليتراوح ما بين 9 إلى 17 جنيه للكيلو، وزاد سعر الفاصوليا ليدور بين 24 و34 جنيه للكيلو، بينما تراجع سعر الباذنجان الرومي ليتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، وباذنجان الحشو ما بين 2 إلى 3 جنيه ونص. أما سعر الملوخية فتراوح سعرها بين 2.5 و4 جنيه ونص كيلو، وتراوح سعر البامية ما بين 29 جنيه إلى 35 جنيه، وسجل القرقاس ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار البصل والخضروات في اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة في زر الجرس دعم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.